التقنيه الجايه ايش راح تكون؟ راح نلعب تيم، نلعب تيم على الكيس او على الجاك فوق، بعدين راح نعمل لما يجيني ضربه على البكت شو راح اعمل؟ واحد اثنين نعيد تيم في الشمال في الاماميه، السطر راح تكون في اليمين 1. وين راح نطبقها على الجاك او على الجاك؟ ايوه هون شباب الجاك تيم. هسه بس انزل رجلي بدي اضرب لي لو كيك على البكت شو راح اعمل؟ بلوك شمال ردي في الثانية بلوك يمين. بدنا نعيد 1 تشك تشك على السريع 2 تشك بلوك بلوك تاب بلوك بلوك. في الرد الثاني بدي العب على الجريد نسميه قاطع بلوك 1 2. بس اهم شيء نعمل تك بلوك بلوك. هل عندي سؤال؟ سويناها بعد. عيدي هاي الفيديو. مو تيب تيب اول شيء تيب.